شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، إن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالأسلوب والتوقيت المناسب للقصاص من هؤلاء القتلة. سيادة الرئيس، أصدر الأمر بعملية نوعية لقصف مواقع داعش في ديرنا في ليبيا. لا إله إلا الله يا رجالة، زي ما هتروحوا كلكم هترجعوا إن شاء الله كلكم. اسمك؟ المصري، علي المصري. تفتكر احنا عايزينك في ايه يا علي؟ جميعاً.